وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في بلد الكفر مدينة قد اشتهرت بكثرة أهل السنة فيها وتجمعهم فيها، فهل تكون هذه المدينة دارا للهجرة في حق من لم يستطع الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين؟ إذا كان في بلد الكفر مدينة قد اشتهرت بكثرة أهل السنة فيها وتجمعهم فيها، فهل تكون هذه المدينة في بلاد الكفر تعد دارا للهجرة في حق من لم يستطع الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين؟ لا، ما يقدر للهجرة، العبرة في الحاكم، إذا كان الحاكم لها مسلما هي دار الإسلام ولو كان فيها كفار، أما إن كان الحاكم كافرا فلو كان المسلمون كثيرين فيها لا تعتبر دار الإسلام، ولكن الهجرة إذا لم يستطع فهو معذور، يقيم في دار الكفر وقت عذرة فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا علمنا أو الحكم يعني تجعل دار الإسلام إذا كان يحكم فيها بالشريعة، الحاكم يحكم بالشريعة هذه دار الإسلام، أما إذا كان يحكم بغير الشريعة هذه دار كفر.